يعني راك تشوف حتى الجمهور راه متعطش، يعني المالح كانت تفقد الرياض، يعني الرياض خاصه كره القدم، كره القدم معروفه واش تقول، يعني شنو تتمنى في المستقبل؟ الجمهور راه متعشر ومتعطش في سنين، المالح كانت بكري كان الاستاد هذا يتعمر، وان شاء الله نتمنوا هاد لي جان هادو ان شاء الله هذا العام ان شاء الله ثاني يعاودوا يردوا لنا الجمهور باش يساعدنا باش يساعد الفريق ان شاء الله. شكرا شكرا. ولا ما تحبش شيخ. السلام عليكم. شفتك النائب الثاني تاع المدرب، واش تقولنا اليوم عندكم الحصه الاولى على مستوى بلديه المالح على الفريق، يعني يعتبر جديد بعد 5 سنين دائما الغياب، يعني واش تقول؟ يا اولا السلام عليكم. هي اليوم اول انطلاقه ان شاء الله، رانا بدينا اليوم اول يوم تاع التحضير ان شاء الله، راهم جاونا كاين لاعبين قدامى اللي كانوا معنا في هنا يلعبوا في الملعب، كاين لاعبين جدد ان شاء الله، نتمنوا ان شاء الله يتاقلموا مع الفريق ان شاء الله، وهذه غير بدايه، مازال باقي لنا الوقت ان شاء الله باش نخدموا باش نونطامو ليكيب ان شاء الله باش نبداو في الشامبيونا من البرومي ماتش ان شاء الله. المرتبه افضل من المرتبه اللي راه فيها، وكان الفريق هذا تاع الملاح كان على حساب المعلومات، يعني وكنت نتبع انا الملاح في الثمانينات والتسعينات كان قوي، كان فريق ممتاز، كان فريق ممتاز. بعد كي دخلت 2000 يعني مات، يعني مات ماشي غير الكره القديمه، يعني حتى الرياضه في بلاد الملاح. الرياضه بصفه عامه كاين معاناه كبيره، الشباب كاينين، الشباب الفئات الصغرى كاينه، الفئات الكبرى كاينه، مشكلة تاع التسيير، مشكلة تاع التسيير. حنا هذه السنة هذه رانا نأمل باش التسيير يكون تسيير منظم، لأن التسيير هو كلشي. القضية تاع الأموال هذه تجي من بعد، لكن التسيير هو كلشي، لأن ربما تكون كاينة مداخل، كاين أموال وتسيير خاطئ، نعاود نرجعوا للمرتبة تاع الصفر. حنا رانا نتمنى هذه السنه ان شاء الله باش تكون انطلاقه جديده، باش نرجعوا الفريق تاع الملاح، نرجعوا افضل من اللي كان. هذا الفريق تاع الملاح هذا المرتبه اخر مرتبه اللي نجم يكون فيها، نجم يكون مثلا في ثانيه ولا القسم الوطني ثاني. حنا كاين لاعبين، وضعوا لنا لاعبين كثر. شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم الاولى. رانا بدينا اليوم اول حصه تدريبيه ان شاء الله، ورانا جايين هنا باش نفرحوا الجمهور. نديروا عام شباب ان شاء الله باش نطلعوا ان شاء الله الحكم الجهوي الثاني، وان شاء الله هذا لي كوميتي جداد المسائل ان شاء الله ما يبخلوش هذا لي جان اللي راهم طالعين. شكرا شكرا، بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم نفسي سيد واسطين صلاح الدين، مكلف بالفئات الصغرى، مدرب تاع احدى الفئات الصغرى،
رانا في بدايه الموسم هذا، خبرنا هذه الحصه الاولى السنه هذه، ونتمنى باش تكون انطلاقه جديده بمقاييس علميه اللي ما كانتش في السابق. نحاولوا باش تكون الامور تمشى بجد من اجل مدينه الملح والشباب تاع مدينه الملح.